جزائر العاصمة، وموفى التلفزيون النهار إلى هناك هشام شريف لموافاتنا ببعض ما يحدث هناك، وكذلك مع المحكوم بالإعدام سابقا ضيفه في هذه الصبيحة. نعم تفضل هشام. زميلي ياسر، نحن هنا متواجدون بسجن السركاجي أو ما يسمى بسجن بربروس، أين لم يكن يتوقع الشهيد صاحب 20 ربيعا أحمد زبانة يتوقع بأنه سيكون إعدامه هنا رواية لنصرة الجزائريين. نعم من هنا أيضا لم يتوقع صاحب قصيدة قسما مفتي زكريا، هو الآخر يتوقع أيضا بأن قسما ستكون نشيدا وطنيا يرتله الجزائريون في مختلف المحافل الدولية. أسماء أخرى من الحركة الوطنية عبار رمضان، حسيب بن بوعلي وآخرون، هم أيضا لم يكونوا يعلمون أو يتوقعون بأن أسماءهم ستكون صفحة هامة في تاريخ الجزائر. هؤلاء كلهم مروا من هنا وشاهدوا أبشع التعذيب من طرف الاستعمار الفرنسي. وهنا زميلي ياسر ينضم معي شاهد عيان السيد مسعود زنينة، وهو مجاهد حكم عليه بالإعدام في سنة 1959، ربما يحدثنا عن أحد وقائع التعذيب من طرف الاستعمار الفرنسي. نعم سيد عمي مسعود، يعني ممكن أن تضعنا في صورة أبشع طرق التعذيب من طرف المستعمر الفرنسي خلال إبان ثورة التحرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء الرحبات الشهداء والشهيدات اللي ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، وتحيا الجزائر وإحنا أبناء الجزائر. أي شيء اللي استعملناه من حقنا لتحرير الوطن. الشهداء عندنا كثيرين كثير، نقولوا 1.5 مليون شهيد، عندنا أكثر وتوالي من 3 ملايين ولا 4 ملايين شهيد. نعم عمي مسعود، يعني ممكن اسمح لي. نعم. من وقت الأمير عبد القادر والشعب الجزائري يستشهد حتى آخر لحظة جبنا الاستقلال وجانا الاستقلال. نحيي الشعب الجزائري كافة وننعل الخبثاء نعلا كبير. نعم عمي مسعود، يعني ممكن تهدر لنا شويه على الوقائع اللي عشتها هنايا في الثوره؟ نعم هشام شريف معنا من سجن السركاجي واحد المحكوم عليهم بالاعدام. نعتذر لانقطاع البث المباشر من سجن السركاجي، ربما سنعود لهشام شريف لاحقا. سي بوداود، أرى تأثرك بهذه المشاهد من سجن السركاجي؟ لا أدري لماذا، ربما ستشرح لنا. سي بوداود تفضل. ما عندي واش نقول أبدا، هذا واش نقول. نعم نفهم يعني نقدر شعورك وشعور يعني تذكرك لوالدك بعد رؤيتك لهذه المشاهد. نعود سي بوداود لسجن السركاجي وزميلنا هشام. نعم تربط الجميلة ويجي رايح وهو يضرب فيك بالكتبيات، حتى الجميلة ما تسلكش. جميلة كي ترفدها من الكوزينة ويجي رايح ما تسلكش، يضربك بكتبي ويسبك سبا الله ينعلهم. أحمد زبانة يعني كان ممكن توضح لنا؟ أنا أحمد زعبانة ما لحقتش به. أحمد زعبانة هاو السيلون تاعو، هاو السيلون تاع أحمد زعبانة. عمي مسعود، يعني ممكن تقولنا كيفاش الوقت، كيفاش كانت فرنسا تتعامل فيكم في وقت سابق؟ فرنسا في برا قدام ما ندخلوا الحبس كانوا يتعاملوا معنا، كانوا الله يلطف نتفكروا اشياء اللي ما بيحملهاش القلب. كانوا يدوا نسانا يغسلوا لهم في حوايجهم، يغسلوا لهم في حوايجهم في ديارهم. القاوريات تعطيها وتقول لها كي غسلي لي وتغسل لها وتسيق لها الدار. كيش عذاب أكثر من هذا؟ المرأة الجزائرية الحرة تولي تخدم في، تولي لها كافرة قاورية الله عليها النعلة إلى يوم الدين. يعني المجاهدين اللي كانوا هنا كيفاش كان التعامل بيناتكم؟ كنا خاوة، احنا كنا خاوة. تعاملوا مع بعضنا قاروا نقسموا.
قاروا نقسموا، كانوا يعطونا جوب الاخر جوب ديشي هذاك تاع جوب يجيبوه يبيعوه لنا ويجيبوا لنا لا اس الدخان هذاك والله العظيم غير نتقاسموه نتقاسموه مع بعضنا. كيفاش كانت تضربكم فرنسا يعني في وقتها؟ فرنسا بتضربك بلا هدا يعني، كي تجي جايز قدام الجارديان هذاك يقول لك غاول وكذا ويعطيك بكتبي، هذا كما يعطيكش بصق لا يعطيك بكتبي. الماكلة يعني ممكن تحكي لنا على الثورة كيفاش كانوا المجاهدين مع بعضها؟ المجاهدين كانوا خاوة. واحد النهار كنا في لاصال ناف، كنا في لاصال ناف، جابوا لنا ياسف سيدي علي، ياسف سيدي علي جابوه، كانوا قاعدوه على قرعة حاجة، خليني راه القلب ما يتحملش أشياء ما نقدرش ما نقدر نتحملهم، أنا كبرت 78 سنة ونتفكر هذو الأشياء، جابوه قاعدينه على قرعة. يعني ممكن توصف لنا كيف كلمة تقولها للشباب تاع اليوم باللي صح اليوم سركاجي كان أيضا ربما نقولوا نقدروا باللي نقولوا سركاجي كان هو عبرة للجزائريين من أجل نيل الاستقلال. اسمح لي نقولوا على لجوناس الله غالب، الله غالب، التربية ما كاش، التربية ما كاش، الحكومة على بالها باللي كاين شوماج وعلى بالها كذا، ما قدرتش يتوال ما نعرف. حدثنا شوية يعني كما نقولوا على التاريخ تاع هذا سركاجي كيفاش يعني كان هذا سركاجي الأسماء تقدر تذكرنا بأسماء تعرفهم؟ كان مظلم سركاجي، هذا كان مظلم، كانوا يديروا البريفوات، احنا أصحاب الثورة ويديروا بريفوات نتاع السراقين والبوندية، منهم واحد يقولوا له حمزة قتلوه في الحراش، حمزة هذا قتلوه في الحراش، قتله واحد نسيت بلاده، كي جابوه هنا كان معذب مسكين وكذا، وزادوا دخلوا عليه هو وحمد بن أمه، دخلوا وضربوه في لاصالين بعد في كتابه لاصال ناف، زاد تخلى عليه حمزة أعطاه الضرب الله غالب، كي راح داوه الحراش وداو حمزة الحراش قتلوا بمطرق تاع حديد، جا مطرق تاع حديد صابوا وعطاه الدماغ قتلوا هذا حمزة. والموت تاع أحمد بن أمه خرج من الحبس تاني لقاوه وعطاوه دف دف قتلوا. وين كانوا يعدموهم؟ كانوا شكون؟ لا يعني المجاهدين كيفاش كانوا يعدموهم؟ وين أبلا وين يعني كانوا يعدموهم؟ الفوق في برا في الدخلة تعالى، في الدخلة هنا انت كي يجوا داخلين باش يدخلوا هنا، تما كانوا يديروا لاغيوتين ويعدموهم بلاغيوتين، يذبحوهم ويمشوا. نرحم عليهم ربي يرحمهم ان شاء الله، نرحم عليهم، نرحم على الشهداء والشهيدات اللي ضاحوا بانفسهم في سبيل الوطن. نعم هي شهادة حية من 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 سركاجي. ربما عمي مسعود وصف لنا أبشع طرق التعذيب من طرف المستعمر الفرنسي، والآن يعني ربما لكي نضع صورة أخرى عن تحويل متحف، عن تحويل سجن سركاجي إلى متحف، إلى متحف، وكشاهد على الذاكرة الجزائرية وتاريخ الثورة الجزائرية ينضم إلي ربما المدير، ينضم إلي المدير السابق للمؤسسة العقابية سركاجي السيد سعيد رحماني. سيد رحماني يعني في رأيك اليوم سركاجي كما يلاحظ بعد قرار رئيس الجمهورية بتحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية، متى يعني هل لك ما سبق لمعالي وزير العدل الحافظ الأختام صرح به تاريخ 19 مارس، فإن السلطات العليا للبلاد قد قررت تحويل هذا المعلم، هذا المؤسسة العقابية السركاجي إلى متحف للذاكرة الوطنية، نظرا للدور التاريخي الذي لعبه هذا السجن خلال الثورة التحريرية خصوصا، والأبطال الثورة الذين مروا من هذا المكان. يعني حكم الإعدام في كم عدد المجاهدين الذين مورس في حقهم الإعدام؟
عدد الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم في هذه المؤسسة خلال الثورة المباركة كان 58 شهيد، 48 نفذ فيهم حكم الإعدام بالمقصلة، وعشرة برمي بالرصاص. نعم، اليوم سركاجي ربما يتحول إلى متحف تاريخي كشاهد على الثورة الجزائرية، ممكن أن يعني متى سيرى النور؟ سبق لمعالي الوزير كما قلنا أن قام بتشكيل لجنة وزارية مختلطة لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد هذه المؤسسة لتحويلها إلى هذا المتحف، واللجنة حاليا منصبة على القيام بالدراسة التقنية وكل ما يستلزم لذلك. نعم، هنا من سجن سركاجي كنا نقلنا لكم صورة عن الذاكرة الجزائرية سجن سركاجي. هنا أعدم 58 فيهم 48 يعني طبق عليهم حكم الإعدام بأحد ساحات هذا السجن. كان معكم موفد تلفزيون النهار من سجن سركاجي هشام شريف. شكرا لك هشام شريف من سجن سركاجي، رحم الله الشهداء والشهيدات الذين ضحوا من أجل هذا الوطن. إذن جولة حصرية قادتكم في سجن سركاجي بعد تحوله أو في طور التحضير لتحويله إلى متحف حسب قرار وزارة العدل. مشاهدينا، كنتم مع تصريح لأحد المحكوم عليهم بالإعدام أثناء فترة أو أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، وكذلك مع المدير المؤسسة العقابية سعيد رحماني سركاجي. وهذه الصور تأتيكم مباشرة من سجن سركاجي حصريا على قناة النهار، والذي سيتحول خلال الأيام والأسابيع القادمة إلى متحف يحفظ تاريخ الثورة الجزائرية ويحفظ الذاكرة للأجيال القادمة. نعم، كان معي أو يحضر معي في استوديو سيبو داود. حاب نعطيك سؤال، شفتك تأثرت بمشاهد سركاجي وقلت لي الوالد كان في السجن؟ كان في السجن في سركاجي، كنا نمشي له أثناء شنو الفترة كان؟ 57-58 يعني فترة الاستعمار الفرنسي. معلوم كان محكوم عليه بالإعدام؟ كان محكوم عليه بالإعدام، وبعد عودة تكسر خرج بالإعدام وخرج. طيب كنت تزور الوالد تاعك في سركاجي أنا ذاك، وش كان يحكي لك سيبو داود؟ من؟ نقدر شعورك سي بوداود، نقدر شعور ما نحبش نتفكر هذوك الصورات. الوالد الله يرحمه، الوالد متوفي. توفي الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. الوالد كان مجاهد كبير، ربي ان شاء الله يقبل عليه الجهاد تاعه وكل حاجه. نقدر شعورك انك ما تحبش تذكر، لكن هذا تاريخ نحبه احنا نوروه للاجيال الصاعده حتى تعرف الناس الاوائل واش ضحاوا من اجل هذا الوطن. وهذا الشيء اللي خلانا انه نقوم بهذه الجوله الحصريه في سجن سركاجي، و تبيان على الأقل ولو يعني بشيء قليل وش ضحاوا الأوائل وهذا السجن سجن سركاجي وش راهو هاز من حكايات وأسرار. وانت اليوم ضيفنا في إطار الهندسة المعمارية وإطار المخططات، ولكن اكتشفنا فيك بأنه كان والدك من محكوم عليهم بالإعدام، وعندك لا شك عندك حكايات كثيرة على الوالد تاعك. إن شاء الله تجي الفرصة وتحكيها لنا إن شاء الله. مشاهدينا نواصلوا 90